السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة ميليشيا الانقلاب وتطهير محافظة البيضاء. عدن، البنك المركزي يقرر طباعة فئات نقدية لاستبدال التالف ومواجهة أزمة السيولة. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أشاد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بما يحققه أبطال المقاومة الشعبية في البيضاء من انتصارات متوالية في مختلف المواقع والجبهات دفاعا عن الأمن والاستقرار وأعراض وكرامة المواطنين. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع محافظ البيضاء صالح الرصاص، أطلع خلالها رئيس الجمهورية على مستندات الأوضاع وتطورات الأحداث في المحافظة. وثمن رئيس الجمهورية مواقف المشائخ والشخصيات الاجتماعية في البيضاء في مواجهة ميليشيا الانقلاب التي انقلبت على الإجماع الوطني ومضت تقتل الأبرياء وتدمر البنى التحتية وتقلق الأمن والاستقرار خدمة منها لأطراف خارجية. وأشار رئيس الجمهورية إلى المواقف البطولية لأبناء البيضاء في الدفاع عن الجمهورية ومقارعة النظام الإمامي البغيض. وأشار رئيس الجمهورية على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة ميليشيا الانقلاب وتطهير المحافظة من الانقلابيين، مؤكدا اهتمام الحكومة بالمحافظة وأبنائها في مختلف المجالات. قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن المملكة تسعى لتحريك الحل السياسي في اليمن ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سبيل حل الأزمة وإعادة إحياء المشاورات بين أطرافها. ونقلت صحيفة الحياة عن آل جابر قوله بأن السعي الآن هو للعمل على تحريك المسار السياسي ودفع الأطراف اليمنية للانخراط مع المبعوث الدولي بجدية وبنوايا صادقة تمهيدا للعودة إلى طاولة المشاورات. وكان المبعوث الأممي مؤخرا قدم اقتراحا لوقف النزاع المسلح في البلاد والتوصل إلى حل سياسي عبر بيان نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قالت صحيفة الرياض السعودية إن التحالف العربي يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن إضافة إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية الدولية ومنع سيطرة ميليشيا الانقلاب على مقدرات دولة مطلة على مضيق استراتيجي هام. وذكرت الصحيفة في افتتاحية الجمعة إلى أن الأزمة اليمنية تعني للمملكة الكثير بحكم الجوار الجغرافي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تجربة الدولة داخل الدولة وتفشي السلاح الثقيل خارج النطاق الحكومي أدخلت لبنان في دوامات سياسية وأزمات اقتصادية كفيلة لأن يتعلم منها الجميع خطورة التساهل أمام ممارسات فرض الأمر الواقع والعبث بالملف الأمني تنفيذا لأجندات خارجية. وأوضحت بأن اليمن مختلف عن لبنان، فموقعه الجغرافي مهم جدا ويطل على واحد من أهم الممرات المائية في العالم، وهو مضيق باب المندب الذي تعبر منه ما نسبته 10% من التجارة العالمية، وهو ما يعني أن سقوطه في قبضة العصابات الانقلابية يمثل تهديدا للاقتصاد الدولي بالمفهوم. قال البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بأنه يجري الترتيب لطباعة كميات من مختلف الفئات النقدية وذلك استبدالا للتالف ورفض الاقتصاد بسيولة وسداد مرتبات الموظفين والمتقاعدين بشكل منتظم. ويقدر التالف في السوق بنحو 90% من حجم النقد المتداول بحسب تقرير سنوي للبنك نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأوضح التقرير بأن استنزاف ميليشيا الانقلاب للاحتياطي النقدي أدى إلى تعليق البنوك المراسلة حسابات البنك الخارجية، كما تسبب في استنفاذ خيارات معالجة وضع البنك وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات والوفاء بالتزاماته الخارجية. وأشار التقرير إلى أن استنزاف الاحتياطات الخارجية أدى إلى استنفاذ المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال نفس الفترة والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية. وقال التقرير إن قيادة البنك المركزي اليمني تمكنت من التواصل لتفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر 2017 لتقديم دعمهم
دعم فني واستشاري مشترك للبنك المركزي في عدن. اغتال مسلحون مجهولون الشيخ عادل الشهري فجر اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، كانوا على متن سيارتين بمدينة إماء السكنية ثم لاذ بالفرار بعد تنفيذ الحادثة. وأكد شهود عيان كانوا متواجدين بمسجد سعد بن أبي وقاص والذي يعمل الشهري إماما فيه بأنهم سمعوا إطلاق رصاص بعد نحو 10 دقائق من أذان الفجر ما دفعهم للخروج، فيتفاجؤون بالشيخ الشهري مقتولا مضرجا بدمه. وتشهد مدينة عدن انفلاتا أمنيا ارتفعت معها وتيرة الاغتيالات التي تستهدف رجال الدين المنتمين للتيار السلفي في المدينة عدن، حيث سقط 3 من أئمة المساجد في غضون أسابيع، كان آخرهم الشيخ المؤنسي قبل أسابيع قليلة. سقط العشرات من ميليشيا الانقلاب بين قتيل وجريح خلال مواجهات اندلعت بين الطرفين مساء أمس في مديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة، فيما استشهد 2 من أبطال كتيبة الحزم التابعة للجيش الوطني. وقال مصدر عسكري بأن كتيبة الحزم أحبطت هجوما عنيفا شنته ميليشيا الانقلاب على موقع كيد صوف السفلى، وأكبد ميليشيا الانقلاب خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. اقتحمت ميليشيا الانقلاب قرية دير المشهور بمديرية الضحي شمال مدينة الحديدة بقيادتي واختطاف 10 أشخاص من أبناء القرية واقتادتهم إلى مكان مجهول. وقالت مصادر محلية بأن ميليشيا الانقلاب بقيادة منير حوات وهبة حسن هبة وعبد الله صغير قادري اقتحمت قرية مشهور وداهمت المنازل وعبثت بمحتوياتها وروعت الأطفال والنساء واعتدت عليهم بالضرب وهددت باختطاف النساء. وأوضحت المصادر بأن عملية اقتحام القرية جاءت بعد مغادرة زوجة أحد الملاحقين المراوئين للميليشيا الانقلابية من القرية إلى حيث يقيم زوجها، الأمر الذي دفع الميليشيا الانقلابية إلى ارتكاب مزيد من الانتهاكات والملاحقات والمطاردات والخطف وسياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قرية الدير المشهور. أغرقت ميليشيا الانقلاب مدينة تعز في الظلام بسبب استهدافها المتكرر لمحطات الكهرباء، فيما بدأ ميسوري الدخل بالاعتماد على الطاقة الشمسية التي يشكو الكثير من المواطنين من عدم القدرة على اقتنائها بسبب أسعارها المرتفعة. نتابع. 3 أعوام ومدينة تعز تغرق في الظلام إلا من نيران ميليشيا الانقلاب. استهداف مباشر لمحطة الكهرباء الرئيسة في عصيفرة بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة، إضافة إلى انهيار شبكة خطوط النقل وحصار المدينة من إدخال الوقود اللازم وتوقيف الموازنة التشغيلية للكهرباء والمكاتب الخدمية الأخرى، كلها عوامل اتبعتها الميليشيا لحصار مدينة تعز من الخدمات المختلفة. المحطات الكهربائية الموجودة في تعز تعرضت للقصف أكثر من مرة وتعرضت للتعطيل، فيعني المواطن في تعز يعني يعيش في حصار. انقطاع التيار الكهربائي الحكومي وغياب خدمات الكهرباء التجارية والمتواجدة في مدن يمنية أخرى، وما جعل السكان يكتوون بنيران الحصار وويلات غياب الخدمات، فيما توجه البعض للطاقة البديلة لكنها لم تفي بالغرض نظرا لضعفها، إضافة إلى أن العديد غير قادر على الشراء. الطاقة الشمسية لا تؤدي أو لا تقوم بأدوار الكهرباء، وليس كل مواطن يستطيع أن يشتري طاقة شمسية، يستطيع يشتري طاقة شمسية من أجل ضوء فقط، لكن بالنسبة للتثريج، التبريد، الكاوية، عمل المصانع، ما تقوم عن الطاقة الشمسية. خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والكهرباء وغيرها من الخدمات يعد عودة عملها تخفيفا للمعاناة، وهو ما يترقبه السكان قريبا بتوفير الحكومة الشرعية موازنة لمحافظة تعز حتى تستطيع القيام بمهامها المختلفة. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي مشروع الأمن الغذائي الذي تنفذه مؤسسة الصحة والتعليم للتنمية بتمويل من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. وأوضح مدير المشروع بأنه تم اختيار المستفيدين من المشروع الإغاثي بحسب لجان مجتمعية تم تشكيلها
وفقا لمذكرة تفاهم مع السلطة المحلية في المناطق المستهدفة وبحسب 12 معيارا. حضر التدشين مدير عام مديرية سيئون المهندس عمر عبيد باعرمة والمدير التنفيذي لمؤسسة التعليم والصحة للتنمية أسماء دريب ومدير مكتب مؤسسة صوت لوادي وصحراء حضرموت أحمد من باري والدكتور عماد عبد الرحيم. دشن مدير عام مكتب الأشغال والطرق في محافظة شبوة المهندس حسين البرمة اليوم الحملة الثانية للرش الضبابي في مديرية عتق، وذلك في إطار مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر مؤسسة العون للتنمية وبالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة. وخلال التدشين أشار منسق العون ناصر البعسي إلى أهمية هذه الحملة الهادفة إلى مكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك داخل مدينة عتق وضواحيها وكافة قرى المديرية. الجدير بالذكر بأن الحملة تنفذ بمشاركة 32 مشرفا وفنية، ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام تقوم خلالها الفرق بالرش الضبابي وذلك لمختلف أحياء المدينة وضواحيها وكافة قرى المديرية ولفترتين صباحية ومسائية. اختتم يوم أمس في مديرية الوادي بمحافظة مأرب الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الصف وطرق التدريس الممولة من صندوق التنمية الاجتماعي، وتهدف الدورة إلى إكساب 75 متدربا ومتدربة أهم المهارات والمعارف في مجال الإدارة الصفية وطرق التدريس. وفي ختام الدورة أكد مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة علي العباب بأن ما تم تزويد المتدربين به من مهارات ومعارف يمثل نقطة البداية، وشدد على ضرورة تطبيق تلك المهارات في الميدان، وقال إن المعلم بحاجة دائمة إلى الاطلاع والحيوية بما يجعله مواكبا لكل جديد معرفي ومهاري، لافتا إلى أن الدورات تمثل مفاتيح عامة. وأشار الدكتور العباب إلى أنه تم اختيار المشاركين وفق معايير وأن تجاوزهم لتلك المراحل وصولا للمشاركة يعكس مدى تفوقهم وبأنهم سيكونون من الكفاءات الميدانية، مؤكدا أن مكتب التربية حرص على أن يكون كادر تدريب من أفضل الكفاءات بالمحافظة. اختتم فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم واللجنة الفرعية للحكام بوادي حضرموت الدورة التدريبية للحكام المستجدين والدورة الترفيعية إلى الدرجتين الأولى والثانية لحكام لعبة كرة القدم بوادي حضرموت ومحافظة شبوة، واستهدفت الدورتان 70 حكما مناصفة بين المستجدين ودرجات الترفيع. وفي حفل الاختتام أعرب وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي عن سعادته بتنفيذ الدورات التدريبية في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه الوطن، مؤكدا بأن العام القادم سيشهد حركة رياضية مميزة في مختلف الألعاب. فيما أكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي بأن الشباب يمتلكون طاقات وقدرات هائلة يجب استغلالها في النهوض بالتنمية، مشيدا بأدائهم وحضورهم المميز في نهائي كأس حضرموت متمنيا للمشاركين النجاح في الواقع العملي. في جبل صبر الشامخ بتعز للجمال سحره الأخاذ وللطبيعة أسرارها، فهناك حيث المناظر الفاتنة يستجم القادم بسحرها لساعات ليعود منها وقد غسل نفسه من كدر الحياة وعذابات الحرب. نقاء الجو وخضرة المحيط وبرودة المكان قد لا تجتمعان إلا في جبل صبر، بكل قراه وأوديته التي تلامس النجوم رفعة وجمالا. فهذا الجبل يرتفع أكثر من 300 متر عن سطح البحر، استوطنه الإنسان منذ قدم كما ذكره لسان اليمن الهمداني بأنه جبل مدور تكثر فيه الخيرات والفواكه بمدرجاته الخصبة، كما تتوسط قراه طريق اسفلتي توصل الزائر إلى آخر نقطة في قمته موقع العروس.
واناشير الواد وحوم يحيم السواد وليله ليله دانه. وستائره تفتح وتغلق لتبهر عيوننا وأرواحنا ومشاعرنا بلوحات لا يتصورها أو يحس بها إلا من كان حاضرا، يحس ببرودته ويسمع صوته ويلامسه بكل جوارحه. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة ميليشيا الانقلاب وتطهير محافظة البيضاء منها. عدن، البنك المركزي يقرر طباعة فئات نقدية الاستبدال التالف ومواجهة أزمة السيولة.